من مدينة الحسيمة. قبل أشهر وتحديدا في أكتوبر من العام الماضي، قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو بين يدي الملك محمد السادس تقريرا تضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط، ووقف عند الاختلالات التي شابت تنفيذه. اليوم نتساءل وتتساءل ساكنة إقليم الحسيمة ومعها الرأي العام الوطني عن مدى وفاء الجهات المعنية بوعودها والتزاماتها ضمن الآجال المحددة فيما يخص تنزيل هذا المشروع. من أجل ذلك يسعدني أن أستضيف اليوم في هذا البرنامج السيد منير البيوسفي، المدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال. مرحبا بك أستاذ الكريم. شكرا سي يوسف، وشكرا لقناة ميدي أن تي في على الاستضافة. مرحبا، أيضا سعيد باستضافة الأستاذ محمد علمي ودانا، أنتم المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. شكرا لكم وشكرا على الدعوة باش يمكننا نقدموا الإنجازات ديال القطاع الفلاحي. أكيد بالطبع. سأبدأ معك أستاذ بويوسفي، نسبة تقدم مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط تناهز إلى حد الآن نحو 95% وتسير وفق الأجال المحددة، هذا ما أكده على الأقل السيد عامل الإقليم فريد الشورق. ما الذي يعنيه هذا الرقم بالنسبة إليكم كوكالة؟ شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا السؤال. كيف تعرفوا فالبرنامج المنارة المتوسط اللي انطلقت الفعل ديالو بعد التوقيع امام انظار صاحب الجلالة الله ينصره في اكتوبر 2015، خدات واحد المسلسل ديال الدراسات، وفعلا في 2017 انطلقت الاشغال. هاد الاشغال انطلقت بواحد الوتيرة سريعة بالنسبة لجميع القطاعات، والحمد لله اليوم فتنا البرنامج اللي كان متوقع حتى 2018. تقريبا 80% من القطاعات كلهم فاتوا النسبه المئويه 100% المبرمجه حتى 2018. وكيف كتعرفوا سي يوسف، هذا البرنامج ديال مناره المتوسط كيدخل في واحد الاطار استراتيجيه شموليه اللي هو مسلسل تكميلي للبرنامج التنموي اللي عرفته هذا الاقليم واللي عرفته منطقه الشمال بعد التوجيهات والرؤيه المولويه. فهذا غير مسلسل تكميلي لما تم انجازه في الحسيمة من ابتداء من بداية 2001-2002 وحتى 2014، يعني قبل هذا المسلسل. فكان واحد البرنامج إجمالي تقريبا ديال 10 مليار درهم، أي بمعدل مليار درهم سنويا عرفاته هذا الإقليم فيما يخص المشاريع التنموية كبنية تحتية كمشاريع اقتصادية واجتماعية. وهذا البرنامج ديال منارة المتوسط فهو إلا يعني مسلسل تكميلي واستمرارية في تنموية الإقليم بطريقة مندمجة وشمولية. طيب أستاذ علمي، ما حظ القطاع الفلاحي من البرامج المنجزة والمسطرة ضمن برنامج منارة المتوسط؟ فبالفعل في إطار البرنامج ديال المنارة المتوسط اللي كانت انطلاقة ديالو بإمضاء ديال الاتفاقية في أواخر 2015 في حضرة سيدنا الله ينصرو، فالوزارات عبئت للموارد المالية ولا الموارد البشرية باش يمكن أنه تكون هناك إنجاز في الوقت المحدد. وبالتالي فكان عندنا التزام منذ الانطلاقة في الاتفاقية ديال 280 مليون ديال الدرهم لتتهم واحد ثلاثة المحاور الأساسية، يعني تشجير محور كمحور أساسي، كذلك الري الصغير المتوسط يعني بناء السواقي الفلاحة، وكذلك البرنامج ديال فك العزلة. فإلى حدود الساعة ديال 2008 لماذا التركيز على هذه المحاور؟ فهذه المحاور هذه محاور اللي هي أساسية اللي غادي تكون عندها واحد الواقع، لأنه الهدف ماشي هو إنجاز البرنامج فقط، ولكن الهدف هو النتائج الإيجابية اللي غتكون على الساكنة ديال العالم القروي. وحنا تنعرفوا أنه 70% من الساكنة ديال الحسيمة هي ساكنة ديال العالم القروي، فبالتالي هذه البرامج الاستثماريه وبرامج ديال الانتاجيه غادي يمكن. فالى هذه السنه ديال 2018 فتم تعبئه اكثر من المبلغ المالي اللي كان مخصص في اطار المناره المتوسط في هذه البرامج هذه، تقريبا 325 مليون ديال الدرهم، تقريبا بواحد النسبه ديال 145% في 2018. بالنسبه اليكم كوزاره الامور تمشي وتسير على ما يرام. الحمد لله، فالتعبئه الماليه اللي دارت غادي تجعلنا انه نجزو. كيقولوا التعبئه الماليه؟ يعني الاموال المرصوده موجوده، يعني الاموال التي رصدت
رصيدات لإنجاز هذا البرنامج فتقريبا بواحد نسبة ديال 145% بالنسبة للاعتمادات اللي كانت في الأول مبرمجة. وبالتالي هذه المكونات هذه كلها إن شاء الله غادي يمكن أنه علاش التعبئة، لأنه باش يمكن أنه هذا البرنامج كله نقدروا ننجزوه يعني قبل نهاية ديال 2019، يعني على أبعد تقدير شهر أبريل 2019 إن شاء الله نكونوا انتهينا من جميع البرامج ومن جميع المكونات اللي كاينة في هذا البرنامج هذا. طيب الناس، سؤال موجه لي أستاذ أبو يوسفي وأستاذ العالمي، كيسمعوا الملايير، كيسمعوا الملايين ديال الدراهم، كيسمعوا المشاريع، كيسمعوا، ولكن كيتسألوا وأيضا إحنا كمتابعين كمراقبين يعني تأثير ديال هاد المشاريع هذه على الساكنة الإقليم الآن حاليا ومستقبلا. أستاذ أبو يوسفي، هو فعلا هو منارة البرنامج المدار المتوسط في التدخل ديالي الأولي، يعني برنامج مندمج باش يخدم الساكنة، لأنه هو معمول للساكنة. كيف كتشوف سي يوسف القطاعات وخاصة المحاور الرئيسية للبرنامج ديال منارة المتوسط للمبلغ الإجمالي كيعد ب 6515 مليون درهم، مبلغ كبير، ولكن هو كيدخل في الإطار المحاور الرئيسية، وهذه المحاور الرئيسية كلها تخدم لصالح المواطن ولصالح يعني الشباب والفئات المجتمع. علاش؟ لأن هما المحاور كيتجلدوا في واحد، وإذا بغيتي تقول في واحد المحاور الرئيسية ألا وهي أركان التنمية. أركان التنمية خمسة، فهي التعليم والصحة والطرق والتعليم وكذلك الماء الصالح للشرب والكهرباء. حجر الزاوية في كل هذه المشاريع هو البشر. هو البشر، يعني الإنسان، ولا يعني الإنسان هو في صلب، هو المعني بكل هذه البرامج، هو في صلب هذا البرنامج التنموي. طبعا هذا البرنامج كيخدم في البنية التحتية وكيخدم تحسين ظروف معيشة عامة للسكان من أجل تطوير الإنتاج ومن أجل خلق فرص الشغل. طبعا فالإنسان هو المحور، لأن جميع المشاريع التنموية هي معمولة للإنسان. وهذه المبالغ إلا وإذا فصلتها على المشاريع العدة، لأن البارح كيف جاء في العرض راه تقريبا حد الآن كاين 804 المشاريع اللي هي تم الانطلاق منها. وفحال اللي قال لك الأستاذ العالمي، يعني المبالغ رصدت، يعني الأشغال بدأت، يعني الصفقات تمت والأشغال بدأت. وفي هاد 804 ديال المشاريع 300 مشروع تم إنجازه، يعني تم تسليمه وغادي يبدا في اشتغال. وكاين عدة مرافق اجتماعية اللي هي بدات تشتغل، كالملاعب القرب، كبعض الأسواق القرب، كبعض المستوصفات، كبعض المدارس. فهي تم إنجاز الأشغال وهي بدات في الإنجاز. ثالثا كاين واحد الرؤية شمولية، واحد المشاريع مندمجة اللي هي هذه المشاريع كلها مرتبطة بعضها ببعض. يعني هذه الرؤية ديال المنارة هي رؤية شمولية، يعني رؤية شمولية. شنو هذه الرؤية الشمولية؟ الرؤية الشمولية هي كتقول بأن الإنسان في وسط واحد المسلسل تنموي، وجميع المشاريع مندمجة ما بين بعضها البعض. يعني كالقطاع الاجتماعي، كالقطاع البنيات التحتية، كالقطاع المنتج، كالقطاع ديال البيئي، كالقطاع ديال الثقافي. وهاد كلها كتجعلنا في واحد المسلسل تنموي مندمج من اجل خلق يعني تحسين ظروف معيشة السكان، جلب الاستثمار وتطوير الانتاج المحلي. طيب فيما يخص القطاع الفلاحي والاثر ديالو على ساكنه، وخصوصا ساكنه العالم القروي. الى سمعتوا بالنسبه للقطاع الفلاحي، لا بد نعطي واحد الارقام اللي مهمه في اطار البرنامج، هو انه هذا البرنامج ككل كاين 115 مشروع، 55 مشروع انتهينا منها، يعني لا تتخص التشجير ولا الري الصغير المتوسط ولا كذلك منتهينا، يعني بدات الاستفاده منها. يعني 55 مشروع تم الانجاز، بقات 60 مشروع اللي قلت هي غادي في طور الانجاز واللي غنتهيو ان شاء الله على ابعد تقدير ابريل 2019. الواقع الايجابي بطبيعه الحال هذه التعبئه ديال الموارد البشريه، لا من الاستشاره الفلاحيه لا من المواكبه ديال الفلاحه، جات فقط ماشي فقط الانجاز، ولكن خصنا نمشيو نوصلوا للمدخول ديال الفلاحه باش يكون هذا الواقع مادي على المدخول ديال الفلاحه باش يمكن تحسن الاوضاع الاجتماعيه. ولكن الا عطيتوا لي شويه الوقت باش يمكن لي ندخل في التفاصيل. فمثلا لماذا الاشجار المثمره؟
فكما تتعرفوا أن الخاصية ديال الحسيمة هي منطقة جبلية، كانوا الناس يديروا واحد الفلاحة معاشية ديال الحبوب اللي كانت في أغلب وأحسن الظروف لما تتكون السنة ممطرة تتكون واحد المدخول ديال 8000 أو 9000 درهم للهكتار. لما يعني مشينا في الأشجار، لأن السنة الغير ممطرة الفلاحة راه تيعرفوا تيقول واحد المصطلح تنزرعوا وما تنحصدوش، يعني تنخسروا ولكن الانتاج ما كاينش. لذلك جا في الاستراتيجيه ديال مخطط المغرب الاخضر التشجير ديال هذه المناطق الجبليه، ولكن التشجير ماشي باي تشجير، بانواع ملائمه للمنطقه ديال الحسيمه مثلا. فكاين اللوز، وانتم تعرفوا اللوز ديال الحسيمه، فهناك مساحات كبرى. فمنذ انطلاق المخطط المغربي 2008-2016 تم غراسة واحد 16000 هكتار ديال الأشجار المثمرة في المنارة المتوسط، غيتغرس منها 50% في ظرف 4 سنوات، يعني في 3 سنوات حتى 2018، يعني غيتغرسوا 50% من 8700 هكتار أشجار ديال اللوز. كذلك الصبار، وانتم تعرفوا الدلاحية ديال المنطقة ديال الحسيمة، لانه تنمشيو مع الانواع اللي الحسيمه غتكون منافسه في السوق الداخلي والسوق الخارجي كذلك. الدلاحيه يعني الصبار، والصبار البرنامج ديالو انتهينا منه في المنار ديال المتوسط، يعني المساحه اللي كانت مخصصه ديال 2000 هكتار. كذلك بالنسبه للانواع الاخرى ديال الزيتون والتين في المنطقه، اذا مشينا مع هذه الانواع اللي يمكن يحققوا واحد المدخول اكثر من الحبوب، يعني وصلوا حتى 30000 او 40000 درهم للهكتار، اللي غادي تكون مدخول يعني مهم للفلاحة، ويمكن يحسن من 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 الوضعية ديالهم الاجتماعية بطبيعة الحال. المحاور الأخرى ديال فك العزلة، هذا فك العزلة على المحيطات ديال الفلاحة باش يمكننا نسهلوا نفاسيليتي وليكول مود لا برودكت، يعني نسهلوا التسويق ديال المنتوج ديال الفلاحي. كذلك الري الصغير، وفي نفس الوقت صراحة تنفكوا العزلة عن الساكنة القروية، تنسهلوا لهم الولوج للخدمات الأساسية. كذلك عندنا الري الصغير المتوسط، لأن كاين بعض الفلاحة اللي عندهم ضيعات صغيرة تيديروا فيها الخضروات، تيديروا فيها الزراعات الكلائية، فتنحس يعني تنصلحوا لهم العيون، تنحسنوا المنسوب ديال العلوم باش نديروا التبليط ديال هاد السواقي، وتنوصلوا الماء للفلاحة باش يمكنهم يسقيوا الضعيات ديالهم، وبالتالي غتكون نتائج إيجابية على المدخول ديال الفلاحة. أستاذ أبو يوسف، من الملاحظات التي أشار إليها التقرير ديال سي جدو حول المشروع هي قضية غياب الرؤية الاستراتيجية المندمجة بين جميع الأطراف المعنية. هناك أيضا تحدث في بعض الفقرات على ضعف الحكمة فيما يخص التنزيل وعدم تحديد مسؤولية الأطراف ومواعيد الإنجاز. الآن واش يمكن نقولوا بأننا بصدد مرحلة مختلفة تماما، تم تجاوز كل هذه المعيقات هذه؟ يعني واش ما غنجيوش من بعد واحد سنوات ونقولوا لا راه كاين مشاكل في التنزيل عاوتاني وكاين هذا وما التفتناش لهذه المسألة؟ لا، هو التقرير عطى واحد الخطة الطريق وعطى بعض التوصيات اللي بعد ذلك اللجنة وجميع القطاعات طبقتها، وخاصة فيما يخص في تنزيل المشاريع. فبعد بعد بعد يعني بعد ذلك المسلسل ديال الدراسات تم إعطاء الوكالة واحد 50% من البرنامج من أجل تسريع الوتيرة. فتقريبا في الوكالة هي صاحبة المشروع لتقريبا 3.2 مليار ديال الدرهم. وكيف الوكالة صاحبة المشروع، خاصة بعض القطاعات كقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الماء وقطاع التطهير السائل وقطاعات الأفقية اللي غنهضروا عليها بعد لحظات، وكذلك القطاعات ديال الشباب والشؤون الاجتماعية، فجميع القطاعات انخرطت في هذا المسلسل. ولا فيما يخص التنزيل ولا الرؤية شمولية، كانت دائما بحال اللي قلت قبيلة راه هذا البرنامج ما كينعزلش من واحد البرنامج شمولي من اجل تنمية المنطقة الشمال، خاصة التنزيل يعني في الورق راه مندمج شمولي وكاين لا التنزيل تم، لان التنزيل انا التنزيل اولا التنزيل دياله يعني كاين اجتماعات تقريبا اسبوعية، واللجنة
الإقليمية المنبثقة من الاتفاقية فهي كتعقد الاجتماعات ديالها شهريا للنظر في تطور الأشغال، للنظر في تقدم الأشغال، وللحيلولة يعني وإذا بغيتي تقول لإزالة بعض العراقيل اللي كيعرفوها بعض المشاريع فحاليا وهذا اللي ساعد بإسراع وتيرة الإنجاز اللي تقريبا البرنامج اللي كان مخطط حتى دجنبر 2018 وصلنا له الآن، وإن شاء الله يعني في غضون الشهور المقبلة غادي ندخله في البرنامج 2019 قبل 2019، وإن شاء الله يعني قبل انتهاء الفترة المحددة اللي هي دجنبر 2019 جميع تقريبا جميع القطاعات غادي تكون التزامات ديالها كلها في أرض الواقع والمشاريع منجزة وتم استغلالها. طيب تعدد المتدخلين، هناك من يطرح هذه الإشكالية ديال تعدد المتدخلين، واش ما كتعيقش عملية التنزيل ديال بعض المشاريع؟ وهو البرنامج في الحقيقة يعني تحدثي على القطاعات الأفقية. إيه هو البرنامج هو الاتفاقية كاين 20 شركاء. كاين شركاء أفقيين وكاين شركاء عموديين. يعني كاين شركاء عموديين القطاعات اللي هي الوزارية المعنية. الوزارية المعنية ولا اللي كتشتغل في القطاعات ديالها، وكاين بعض المشاريع الأفقية، ولكن هذا هو الدور ديال لجنة التتبع وهذا هو الدور ديال التنسيق اللي كتلعبوا الوكالة طبعا مرافقة مع لجنة التتبع ومع الإقليم الحسيمة اللي هي هذه الاندماجية وهذه الانتقائية ما بين المشاريع. والحمد لله شفنا دابا تعدينا بزاف ديال المراحل، وهذا البرنامج ماشي منعزل يعني في المغرب الحمد لله عندنا برامج مثالية لهذا البرنامج اللي هي كاين تضافر جهود لعدة قطاعات كبرنامج طنجة الكبرى كبرنامج تطوان للوكالة من خارطة فيهم تهما وتهما فيهم هذا المسلسل ديال الانتقائية والتنسيق وكذلك يعني الإدماج القطاعات من أجل إنجاز المشاريع على أرض الواقع. طيب فيما يخص القطاع الفلاحي تحدثنا على المنجزات على المشاريع المبرمجة والمسطرة، يعني واش ما كاينش عراقيل في ما يخص يعني إنجاز وتنفيذ بعض المشاريع بطبيعة الحال؟ الطبيعة ديالها بالطبع. بطبيعة الحال أي برنامج لا غيجي يتنفذ هناك كما تنقولوا ماشي عراقيل، ولكن هناك دي كونترانت يعني دي إكراهات اللي تتكون مسطرة يعني في الأول، وتنحاولوا كما قلت أن الوزارة عبأت لأن هذه الإكراهات تتكون إما تقنية وإما اللي العنصر البشري. فالتقنية الوزارة عبأت يعني الموارد البشرية بمهندسين اختصاصيين، مثلا المساليك عندنا مهندسين ديال الهندسة القروية وديال الهندسة المدنية في الري الصغير والمتوسط باش يمكن لهم يمشيوا مع هاد البرامج ويكون تنفيذ يعني حكيم وتنفيذ سليم. كذلك هناك مهندسين في التشجير وفي المهندسين ديال الانتاج النباتي باش يمكن هذا باش يمكننا نزولوا الاكراهات هذا. فهناك تعبئه مهمه للدارت في اطار المناره وفي اطار المخطط بالنسبه لاقليم الحسيمه، مهندسين جدد مهندسين مناطق اخرى اللي جاوا واللي تيخدموا الان في هذا البرنامج. كذلك هناك لانه الهدف كما قلتي هو النتيجه والواقع ديالو على الساكنه. هذه المشاريع شكون اللي غيسيرهم؟ هما الساكنه، هما الساكنه ديال العالم القروي. يعني الدوله غتنجز من بعد غتسلم لهذه الجمعيات وهذه التعاونيات اللي تكونت تنظيم الفلاحه باش يمكن يسيروا هذا ونضمنوا له الاستمراريه. فكاين هناك مواكبه ديال واحد الجهاز مهم في القطاع الفلاحي ديال الاستشاره الفلاحيه ديال التاطير الفلاحي اللي تيواكبوا الفلاحه من الانجاز الى حتى نبقاو معاهم حتى للتسويق والتثمين باش يمكن لنا نوصلوا لهذه النتائج الايجابيه. اذا هاد التركيبه ديال انزال المشروع ديال المواكبه كاين تجاوب من طرف الفلاحين بطبيعه الحال. انا الدليل على ذلك هو اللي قلنا غندخلوا له في المشاريع الاخرى انه لما جا السيد الوزير للمنطقه وشاف البرنامج ديال 8700 وشاف طلبات اخرى فزاد برنامج آخر ديال 10,000 في السنوات المقبلة طلبات تكون هناك انخراط هناك رغبة هناك طلبات، ولكن أيضا واش ما كاينش تخوفات ديال الفلاحين مثلا والطبيعة ديالها ربما لابد انتوما كتحاوروا معهم وكتواصلوا معهم بشكل دائم؟
الفلاحه لا بدات تكون عندهم تخوفات لانه احنا الهدف ديالنا في المخطط المغربي الاخضر هو ان الفلاح يقدر يدخل الاسواق الداخليه والخارجيه. فهذا التمرين ديال يدخلوا الاسواق الداخليه والخارجيه تبقى تخوف لانه كانوا شحال هذه الفلاحه يلاه تيمشيو داك الفلاحه المعاشيه تيمشي لذاك السوق الاسبوعي. الان الجوده مطلوبه في السوق الداخلي والسوق الخارجي. اذا هاد التخوفات حنا تنحاولوا ناخذوها نسمعوا لهم نسمعوا للفلاحه شنو هي الانتظارات ديالهم شنو هو النقص اللي عندهم شنو هو المواكبه اللي خاصهم وتتجي هذه الاستشاره الفلاحيه بالاطر ديال وزاره الفلاحه تنواكبوهم لانه كاين برامج مواكبه للبرنامج ديال المناضل المتوسط في التثمين في التسويق في التكوين ديال الفلاحه باش يمكن انه يكونوا برامج متكامله ونوصلوا للنتيجه المتوخاه هو العنصر البشري يعني ذاك الفلاح يقدر ينتج ويتمن ويسوق المنتوج ديالو بنفسه في اطار منظم. استاذ بويوسفي تحدثتي على واحد النقطه بغيت نرجع ليها. المفترض انه كاين الاجل المحدد ديال تنفيذ المشاريع هو 2019 واش كاين شي مشاريع ربما نقدروا نكملوها بالنظر للسريع ديال الوتيره ديال الانجاز قبل مثلا ما تم دجنبير 2018 وشنو هذه المشاريع بغينا امثله مثلا؟ طبعا كيف قلت لكم قبيله سي يوسف كاين تقريبا 300 مشروع اللي تسلمات. من هاد 300 مشروع كاين خاصه تقريبا واحد 30 ملعب القرب واللي خصوصيه هذا البرنامج اللي هي مهمه ديال الحسيمه مناط المتوسط فهو برنامج شامل كيشمل جميع الجماعات القرويه والحضريه يعني كيشمل جميع الاقليم. وهذه المشاريع اللي المندمجة فهي موزعة على عدة جماعات. والمثل ديال الملاعب القرب كنظن المسؤول ديال القطاع الشباب والرياضة من بعد يهضر لكم عليها هذا واحد المشروع اللي موزع على عدة جماعات قروية والحمد لله الملاعب تم إنجازها وتم الاشتغال فيها والدراري كيلعبوا الكرة دابا وتم يعني تنظيم واحد المسابقة في خلال شهر رمضان اللي تمت هي منارة المتوسط واللي إن شاء الله هي عبارة عن بطولة إقليمية في 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 الكرة المصغرة. والحمد لله هذا واحد المثل ديال المشروع الاجتماعي اللي انطلق الأشغال به. وكاين تقريبا عدة مشاريع أخرى في قطاعات الصحة وفي قطاعات التعليم وخاصة في بعض المشاريع الأفقية اللي كتأهيل الحضاري وإنعاش بعض المراكز الصغرى وخاصة برنامج تحسين ظروف يعني تحسين بعض البنيات التحتية كالمعابر معابر الجماعات القروية وخاصة المراكز الناشئة فهناك أشغال متقدمة ما بين 30 حتى 90% في بعض المعابر اللي 16 مركز ناشئ. كاين عدة معابر ديال البلديات يعني بعد التأهيل الحضاري اللي هي أنجزات كالطريق ديال أجدير وكالطريق ديال أيت قمرة. فهاد المشاريع وإذا بغيتي تقول هي وكذلك البرنامج المنارة المتوسط جا في وقته. علاش؟ لأن المنطقة كتعرف واحد الحركية واحد الديناميكية فيما يخص المشاريع التنمية المهيكلة. فإن شاء الله كيف كتعرفوا غادي يكون على المدى القريب إنجاز ميناء الناظور ويست وهذا الناظور ويست غادي يخلق واحد الديناميكية اقتصادية واقتصادية وصناعية. فالحسيمة بعد تأهيل الإقليم بهذه البنيات التحتية وبهذه المشاريع التنموية المندمجة غيكون وجدنا واحد الأرضية من أجل استقطاب الاستثمار واستقطاب مشاريع تنموية من أجل خلق فرص شغل. طيب ما بقاش الكثير من الوقت أستاذ عالمي. بالتأكيد كما قال أستاذ بويوسفي قبل قليل منارة المتوسط ربما كنركزوا عليه لأسباب نعرفها جميعا ولكن الوزارة أكيد كاين ربما هي حلقة في مسلسل تنموي كبير. يعني شنو البرامج ربما المسطرة واللي نقدروا نبشروا بها الساكنة ديال الإقليم الحسيمة على الأقل مثلا خلال الخمس سنوات المقبلة باختصار؟ فبطبيعة الحال أنه هذه البرامج كما قلت اللي عندها وقع إيجابي وكبير على الساكنة واللي نسيت ما قلت أنه فرص العمل اللي تتخلق هذه المشاريع واللي غتخلق تقريبا بالنسبه في المناره المتوسط غتخلق تقريبا اكثر من 530 الف يوم عمل قار اللي غادي يكون في اطار ديال المشاريع اللي مبرمجه. كذلك المشاريع اللي غادي ينتهيوا منها ديال المناره المتوسط كلها تبرمجات قبل 2018
يعني 2019 بقات نكملوا بعض المشاريع اللي ما قدرناش نكملوها يعني قبل الانجاز ديال قبل نهايه المناره المتوسطه ديال 2019 بواحد 8 اشهر نكونوا سانينا من البرنامج. بطبيعه الحال ما غاديش هذا مور هذا كاين برنامج كاين استراتيجيه ديال وزاره الفلاحه في اطار المخطط المغربي للخضار اللي كما قلت هناك برنامج تكميلي اللي غادي يكون اللي اعطى اضافي اللي بشر به السيد الوزير الساكنه ديال 10000 هكتار اللي غتكون على مدى 4 سنوات. غنبداو في هذه السنه بالانجاز واحد 1000 هكتار بزياده على البرنامج ديال المناره المتوسط و 3000 هكتار في كل سنه حتى 2021. كذلك هناك برامج تكميليه وموازيه لهذ المنجزات اللي تنديروا في اطار البرنامج هذا هو الوحدات ديال التثمين لانه احنا وجدنا الانتاج ديال اللوز خص هناك وحدات ديال التثمين ديال 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 اللوز ديال الصبار كذلك ان وحدات ديال التثمين اللي يمكن ياهلوا المنتوج ديال الاقليم ديال الحسيمه وياهلوا هاد التعاونيات باش يمكن لهم يدخلوا الاسواق لا الداخليه ولا الخارجيه. طيب وقت البرنامج المفترض انتهى. استاذ ابو يوسف شنو نقدروا كوكاله انتم مسؤولين على تنزيل هذا البرامج نقدروا نقولوا ساكنه اقليم الحسيمه في ثواني معدودات؟ نقدر نقولوا بان خصهم يعني الساكنه ستعرف بان جميع البرامج اللي تعهدنا بها كوكاله ولا جميع البرامج ديال المناره فهي في طور الانجاز. وهذه البرامج اللي كتقوم بها جميع القطاعات هي برامج مندمجه من اجل توفير واحد الظروف من اجل خلق فرص الشغل. فلا بد ان النداء اللي هذه هي النداء ديالي للقطاع الخاص لان جميع الظروف الحمد لله وجميع البنيات التحتيه وبنيات الاستقبال الموجوده فلا بد لان هذه المشاريع كلها كتصب في هدف واحد هو خلق فرص الشغل وتنميه المنطقه. وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين استاذ منير البويوسفي المدير العام لوكاله تنميه وانعاش اقاليم الشمال، ايضا الشكر الموصول للاستاذ محمد علمي ودان المدير الجهوي للفلاحه بجهه طنجه تطوان الحسيمه. شكرا لكما. وبهذا مشاهدينا الكرام ناتي الى ختام هذا البرنامج الخاص والذي حاولنا من خلاله رصد وتيره انجاز مشاريع مناره المتوسط. الى اللقاء.